توقعات لحالة الطقس في الأيام الماضية في المملكة أو الأيام القادمة؟ نعم عفوا. نعم حقيقة الحالة المطرية انحصرت بشكل كبير، من المتوقع بشكل يعني زخرنا المطر قد تشهد بعض أجزاء من الشرقية ومنطقة الرياض وأيضا الأجزاء الشمالية التي حقيقة يعني هطلت أمطار، وكذلك تساقطت الثلوج على المناطق الشمالية بشكل واضح، وسجلنا درجات حرارة دنيا ما دون الصفر، بلغت يعني درجة ما دون الصفر على طريف، ومن المتوقع استمرار انخفاض درجات الحرارة على مناطق المملكة حتى نهاية الأسبوع. هذه الموجة الثانية الأقوى التي تؤثر على المملكة من حيث انخفاض درجات الحرارة وأيضا من حيث الأمطار في فصل الشتاء. نتوقع ونحن في الثلث الأول من فصل الشتاء أن تتكرر الموجات الباردة التي تساهم في انخفاض درجات الحرارة وأيضا تساقط الثلوج على المناطق الشمالية. هناك فرصة أيضا يعني من الليلة وغد أن تشهد أيضا حائل تساقط بالثلوج، وستكون حقيقة يعني من الأمور المميزة تصل الثلوج إلى منطقة حائل، وهذا يعطي بتباشير أن طقس المملكة يتغير في فصل الشتاء بشكل واضح، وأن هناك يعني سمات لشتاء هذا العام بأنه سيكون ممطر وبارد وسقط الثلوج في مناطق معينة من المملكة. نتوقع بمشيئة الله تعالى استمرار درجات الحرارة في الانخفاض النسبي بعد انتهاء هذه الموجة على معظم مناطق المملكة، ونحن نعيش حقيقة أجواء جدا مناسبة، وندعو الجميع للاستفادة منها قدر المستطاع مع الحفاظ أو اتباع الإرشادات التي تطلقها الجهات ذات الاختصاص، وأيضا متابعة معلومات الطقس أول بأول من مصدرها الرئيسي حتى يتم الاستفادة من اختيار الزمان والمكان المناسب للاستفادة من هذه الأجواء.